هلا عيني، شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة والأحوال؟ إن شاء الله كل بخير وتمام العافية. اليوم مصوماتي راح تكون عن فطائر، وأنصحكم بتجربتها لأن كلش طيبة وقطنية ونفس الوقت هشة. المقادير اللي أحتاجها عندي هنا أنا كوب واحد من الحليب السائل، وأضيف له نصف كوب من المي، أضيف لها ملعقة كوب من السكر، وأخذ لها ملعقة كبيرة من الخميرة، خميرة فورية. وهنا انتبهوا الخميرة يعني تكون جديدة وما منتهي الاكسباير مالتها. اضافة لذلك راح اخلي لها ملعقتين كبار من الزبادي او الروبة. بعد ذلك راح اخذ بيضة، اخذ الزلال مالتها البياض يعني، وقليل من الصفار، وباقي الصفار راح اخليه حتى اطل الوجه اللي من اكمل الفطار. هسه عندي هنا كوب واحد من الطحين، هم راح اخلي وياهن واخبطهن بشكل متجانس. هاي الصورة حبايبي. بعد ما كملتن خفق راح اخليهن بكيس نايلون واغطيهن بقطعة قماش تقريبا تبقى 15 دقيقة. على ما تختمر شوية عندي المرحلة الأولى، راح أخذ هنا قليل من الزيت وأضيف له تقريبا رأس بصل واحد متوسط ومثروم يعني يكون ناعم، وأحمسه يكون حمس مالته يعني بشكل جيد بهاي الصورة حبايبي. بعد ما حمسته راح أضيف له لحم، اللحم مثروم طبعا المتوفر عندكم حبايبي، ما أحدد لكم كمية اللحم لأن هاي الفطاير راح أسويها على شكلين، قسم أحشيها بجبن والقسم الباقي راح يكون باللحم. وانتو أي حشوة بعد متوفر عندكم ممكن تحشوها. هسه راح أخلي لها ملعقتين كبار من المعجون وأبقى أحمس بها لحد ما تنشف. عندي هنا هذا ضروري كلش لازم اضيفه الها حتى ينطيها النكهه والطعم كلش طيب، فلفل اخضر انا ما استغني عنها طبعا، دائما اخلي وياها يعطيها نكهه كلش طيبه. بعد ما احمسها يعني بشكل تمام بحيث تنشف ما تبقى بيها سوائل، اتركها على جهه حتى تبرد. الملح طبعا حسب رغبتكم، وتش قد ما تضيفون ملح بعد انتو يعني حسب ذوقكم، تقريبا حيطلع ملعقه كوب او اصغر يعني اقل شويه. هنا أنا بعد ما اختمرت عندي بهاي الصورة حبايبي، شوفوها شلون صارت. راح اخذ طحين الي، اضيف له 3 كواب من الطحين. طبعا كمية الطحين ما راح احددها لكم، هنا أنا اشوف كل ما احتاج عندي العجين طحين اكثر اضيف له. انا ليش ما احددها لكم؟ بسبب لانه اكو طحين نوعيات، قسم من عنده ياخذ كمية مي اكثر من الطحين الثاني. فهسه عندها 3 كواب راح اضيفه، ومن هناك انضاف يعني كوب واحد راح يصير عندي 4 كواب. واضيف لها ملح، ملح تقريبا ملعقة كبيرة من الملح، واخلي لها زيت نص كوب، ويعني النص مو كله راح اضيفه بالبداية، راح اضيفه نص من عنده والباقي اضيف بقية الزيت. هنا عندي ملعقة صغيرة يعني من البيكنج باودر، هماتي راح اضيف الهياء واخلطهم بشكل متجانس بهاي الصورة. هسه بعد ما خلط يعني خبطتن بهاي الشكل، راح اضيف لها بعد كوب واحد لان شفتها محتاجة بعد يعني. فصار هسه عندي مجموع الطحين اللي صار كله احتاجه بهاي الوصفة هو 5 اكواب. 5 اكواب خمس كواب، وبعد إذا شفت تحتاج بعد يعني فد رشة أضيف لها. هسه هذا الزيت هنا المتبقي عندي هماتين أضيفه وياها وأعجنه بشكل متجانس. هسه صارت عندي عجينة يعني متماسكة وحلوة بهاي الصورة، ما تلتصق بالإيد. بس راح يعني أبدي ارتبها، بس يعني شوية رشة من الطحين اضيف لها وارتبها بشكل جيد. صارت عندي عجينة جاهزة، وهسه اقدر اقطعها واستخدمها. بعد ما ارتاحت تقريبا 5 دقائق او اقل، راح اقطعها على شكل دوائر واسوي لكم اياها حبايبي. تقدرون مثلا هاي يعني الفطائر تسوها حلوة يعني، اذا حبيتوا تكون حلوة ممكن تصير، بس تقللون الملح تكثرون لها شوية شكر. هسه حبايبي اترككم بهذا بقية الفيديو وطريقة تشكيلها،
والمرجو منكم حبايبي ما تنسون دعم قناتي باللايك حتى يصعد عندي الفيديو، ومشاركتكم مع الأصدقاء والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل ما هو جديد.